حضرات المشاهدين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وتقبل الله صومكم وبارك يومكم. ياسر ناس ما يثمرش فيهم الخير، لا بل يكافيه على فعل الخير بالفعل التوني. ثم اللي كيف تكبر بيه يصغر بيك، هي قولة ويقولوها. أنا نقول لك سيدي، وانت عارف القدري، ما ثماش ما أمر من نكران الجميل. الله سبحانه وتعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وأول اعتراف بالجميل يكون للوالدين، يكون بين الأزواج، يكون بين الأنساب. ساعات تلقى نسيبة مسكينة تجري وتقول يا قلة الحيل في حظوظ نسيبها، وهو سيدنا ما عجبه شيء، أو العكس بالعكس. يحكيه على تاجر كبير، وما كبير كان الله، متزوج وعنده بنية وحيدة. هيك التاجر حضر يومه، مشى عند رحمة ربي. قعدت هيك المرية كابية على هيك البنية، وما حبتش تاخذ راجل آخر، باللي جاوا عليها خطاطب. كبرت البنية، تصبت، وبدات هيك المرة تخمم عليها. ما هو كما يقولوا فيها، ما يخافوش من لقمتها، أم يخافوا من طيحتها. خايفة هيك المرأة تطيح شي بنتها عند واحد ما يحترمهاش وما يعرفش بكارها، على خطرها يتيمة، أما حتى المال عندها منه ياسر. خممت هيك المرأة، خممت، ومنها قالت: ما نعطيها كان الواحد ما في حالوش باش ما يتقواش عليها بماله. نهار من الأيام وهي قاعدة تسمع في الدقان على الباب، خرجت تلقاه واحد يطلب، غزرت له تلقاه ولد شباب. قلت له: يا ولدي كسبتك. قال: أنا ولديتي وغريب قو وراني نجل من بري. قلت المرأة: هذا اللي لوج عليه ويصلح راجل لبنتي ونتهنى عليها معاه. قلت له: يا وليدي أنا مكسبني راني فرد بنية، وما هم يقولوا بنتك اخطبلها وولدك يخطب وحده، تحبش تاخذها وما نشرط عليك حتى شيء، كان تهنيها وتكرمها وتعيش معانا، منك نسيبي منك ولدي. قال له: وشكون يقصعد ويخبشه؟ من فمك الربي. قلت له: ادخل. هيا تخلصي وخينا الدار، سخنت له نحاس ماء باش غسل حالته، نحى هكا الهدارش اللي كانت عليه، قامت هي ولفتهم وخلتهم في سدة عندهم في مخزن من المخازن، وجبت له تبديلة جديدة من القايمة للذبابة، ونصبت الميدة كلا وتحمد وتشكر. قلت له: يا ولدي توا برا اخرج للسوق واعمل روحك تسأل على عمك فلان اللي هو المرحوم راجلي، وقول باللي انت ولد خوه كنت في بر الشرق، وتوا الناس يدلوك على دارنا وينتشر الخبر باللي انت ولد سلفي، ومن بعد خطبني في البنية اللي هي بنت عمك وبنت العم ولد عمها، واشطر النقد من عند امها. قام هيك الولد وخرج للسوق وبدأ يسأل في هيك التجار: بالله فيكم شي شكون يعرف سي فلان الفلاني؟ انا ولد خوه كنت في بر الشرق. قالوا له: سي فلان تي ما تعيش انتي، تو عنده متقول 6 ولا 7 سنين وحوانته مسكره، اما مرته وبنته ما زالوا موجودين. قام واحد من اهل السوق وصلوا لدار هيك المراه، ما هم عاد متفاهمين مع بعضهم، قدوا الحركه واتلقت شحمه في البلاد. اي من طولوا بحديث، استكنته هيك اللي زعم مرت عمه، ومنها خطبها في البنيه واعطتها له وعرسه، وعطاتهم فاتح حوانة راجلها يرحموا، مشى حلهم ورجع خدمهم. وبعد ما كان يطلب والجرد على الحم، صار تاجر من التجار الكبار، سي فلان الفلاني كلمة ولا ترك في البلاد. وهيك نسيبته مسكينة تجري وتقول يا قلة الجهد، يقول لها طيح في البير تقول له قصير، غير بس ترى بنتها متهنية معاه. الواحد كيف يبدأ مستانس بصنعة ما ينساهاش. سيو خينا مبلي وتطيب التاي، يحب هيك العالة وهيك التحليقة، هاهو لقم البراد، هاهو مروح على المجمارة، هاهو ذاق. نهار من الأيام قرة وطش ورش مخرج للسوق، شقوا الريق، حضرت له نسيبته العالة، شربوا الكاس الأول ومن النار رمدت، شد المجمارة هكا حركها باش يحير النار، يلقى حصبية في الفحم سخونة، قامها وطيشها، جات في الشبرلة متاع نسيبته وما راها حد.
هاي قامت نسيبته عندما تمد، هي دخلت ساقها في الشبريلا وهي تشوات، كانك من بنتها قلبها عصفر عليها علمها، وكانك منه هو تشمت فيها. قلت له مرتو لا تشمت في يمي يا اخي، مش عملت لك هذا كفوها معاك. قال امك، امك كل ما نراها ناري تشعل وتفكرني بفقري الاول. البنيه ما حبتش في يمها، قلت يمي هالراجل هذا معاش حاجتي بيه، وراه ما هوش صاحب خير، وراه حشيك ما اصله ضعيف، راه صار وصار وصار وانا ما عادش نعيش معاه. رجعتها امها، رجعتها وما لقات معها فصاء. قالت لها ملا مدام وما ظهرش فيه الخير اللي الا ما نخرج وكيف ما دخل. قالت لها توا اعمل روحك مريضه. وفي الحين هيك الشابه دغرت في فرش سخنت، جا راجلها تي وين فلانه؟ قالت له نسيبته مريضه او كي راقده. مشى يجري جاب لها الطبيب النهار الاول النهار الثاني، حتى يا سيدي جبدها شهر كامل وهي شاده الفرش وهو شاد جنبها، واللي يجي يسال عليه تخرج له نسيبته تقول له رجع لبر الشرق. وبعد ما تقول شهر جات نسيبته قالت له يا وليدي ما نخبيش عليك، راني حليت عليها الكتاب وقال لك راهي ما تبرى كان ما تاكل من خبز الطلبه. قال لها هذا صعيبه، هاو تو نمشي نشري لها من عند واحد من الطلاب شاريه خبز. قلت له لا يا وليدي، كيف تشري بالفلوس؟ ما يتسماش خبز طلبه، اما اخرج انت يطلبوا بيدك. قال لك كيف ايش يصير؟ ويشرق عليا وانا سي فلان الفلاني نخرج نطلب. قلت له اني قلت لك انا اخرج اطلب بيتك هذه، اما وكا هكا الهدارش اللي جيت بيهم من النهار الاول مازالوا في المخزن، البسهم ما عاد يعرفك حد، وقضي شورك كانك تحب مرتك تبرا. قال برا هاتهم لي. ومشات نسيبته تجري جابت له هكا الهدارش بسهم وكمكم روحه وخرج يدور يا كريم تاع الله يا كريم تاع الله. هو خرج وهي سكرت الباب قفاه. اول واحد مد له خبزه رجع يجري دق الباب، قالت له شكون؟ قال له حل فلان رجل بنتك. قالت له ما رجل بنتي، رجل بنتي توا عنده شهر من اللي رجع لبر الشرق والناس الكل في بالهم. وبدات تفزع في الجيران، فزعوا لها زاد كمكم وجهه باش ما يعرفوا حد، ومنها تمهزروا فيها كجيران وهددوه. ما صاب ما يقول لوى براسه ومشى. هو مشى وهي سكرت باب الدار وقالت له برا مشيت غريسه، ويرحمهم كيف قالوا ما تدخل دارك كان القمح والشعير، اما الفولي قربع. وعلى امل ان نلتقي استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.